وذا المصري يطول عمر السلامة ما حسبته، وكل يوم يجيني عاوز فلوس قلت ما عندي، كذا عندي الفلوس بس كذا مصري. ثم قدني ألفع كذا قدني أتفنن في الهدى مصري ذا صغير، أمسك المصري ذا أمسك حرفه أخبط وارجع ثاني مرة وأخبط وارجع، المهم إليه خليت المصري ذا زي الملعب عندي، ما أدري كيف غويت وأدخل يدي هنا في ذبة وهو رص عليها وأنا أقسم بالله اليمين أخرج أخرج ما أخرج غصبة جاء عسكري وقال فكها. طبعا السالفة اللي كان يقصها لنا تراها كانت فكاهة، طبعا سالفة كذب، الهدف منها هو الضحك والتسلية.